اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج اخبار البلاد. حلقة اليوم ستكون حول إدارة المشروعات بالمجالس البلدية او بالبلديات، ما اهميتها وماذا انجزت من اعمال، والذي سنتحدث عنه بالتفصيل صحبة عدد من الضيوف الكرام. كالعادة نبدا اولى فقرتنا وهي فقرة من البلديات. بلدي البيضة ينجز 90% من أعمال الإنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة. أنجز المجلس البلدي بالبيضة 90% من أعمال الإنارة بالشوارع الرئيسية، وقال عبد المولى يونس مسؤول المشروعات بالمجالس أو بالمجلس البلدي البيضة، قد تم استحداث شبكة للإنارة عن امتداد شارع العروبة من مدرسة الحرية حتى مسجد رويفع الأنصاري. هذا وكانت مدة تنفيذ مشروع الإنارة بالبيضة شهرين من تنفيذ شركة صقر الجبل بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء. معرض للإعلامي الراحل فتحي الحواز بالمرج، حيث أقامت المعلمة سدي نبسيس إحدى معلمات مدرسة النور معرضا للإعلامي والمصور الصحفي الراحل فتحي الحواز، والذي تعاونت فيه مع أسرة الفقيد وبإشراف مدرستي النور وفصل بستان المعرفة. جاء هذا المعرض كلمسة وفاء للراحل، وقالت المعلمة سدينا في تدوينة لها على موقع الفيسبوك: نؤمن بأن الموت قضاء وقدر برغم ضعفنا أمام مواجهته، لكن الحياة تستمر ويستمر ذكر من ماتوا بطيب سيرتهم. نعم، لا يحيى أو لا يحيى الذكر بعد الموت إلا لمن تركوا أثرا طيبا. واحتضن المعرض عديد الأروقة، منها رواق الصور للفقيد ورواق آخر يخص اللقطات التي قام الراحل بتوثيقها، بالإضافة إلى مقتنياته الشخصية وكاميرته التي رافقته طيلة مسيرته الإعلامية. نظم قسم تنمية وإبداعات الطفل التابع لمكتب الضمان والخدمات الاجتماعية بالزنتان حفل الربيع الأول لمدة 3 أيام متتالية. يتخلل الحفل عدة نشاطات يقدمها التلاميذ والأطفال، كمعرض الأشغال اليدوية ومسابقة الرسم للأطفال وتقديم بعض اللوحات الاستعراضية، ومعرض للمقتنيات الشعبية والتراثية، ومعرض علمي في جميع المواد العلمية. وكان هذا الحفل برعاية مدرسة الميراد للتعليم الحر. وهذا الحفل هو نتاج لعمل طوال فترة العام الدراسي لهذا القسم، والذي يعني بالأطفال والاهتمام بالمواهب في جميع المجالات والرياضات. هذا وقام قسم تنمية وإبداعات الطفل بالعديد من المسابقات والأنشطة، إقامة معرض وعدة عروض للطالبات بالزي الشعبي الليبي، وحضر الاحتفال مكتب التعليم بالزنتان ومكتب الضمان الاجتماعي والمدرسين وأولياء الأمور.
شهدت قاعة الاجتماعات بمقر المجلس البلدي البوانيس سلسلة من الاجتماعات بين مبادرة التغير السلمي وشراكة بلدي وادي البوانيس، حيث تمت مناقشة العديد من النقاط المهمة فيما يتعلق بالشراكة. ومن أهم النقاط التي تمت مناقشتها في الاجتماع خطة الشراكة في مجال عملها وتحقيقها في المنطقة، بالإضافة إلى دور المرأة والمجلس البلدي في الشراكة. كما تمت مناقشة مشروع منحة المنظمة المقدمة للبلدية والمراحل التي وصلت إليها. اليوم نلتقي في سلسلة اجتماعات تعقد ما بين مبادرة التغيير السلمي مع شراكة وادي البوانيس في منطقة سمنو. حقيقة اليوم هو البرنامج يقتصر على 3 اجتماعات. هذه الاجتماعات تعني طبعا بخطة الشراكة في مجال عملها في وتحقيق رؤيتها إن شاء الله في هذه المنطقة، وهو طبعا تطبيق سلسلة البرامج السابقة التي تم تنفيذها من تدريبات ومن ورش مختلفة. اليوم طبعا عندنا اجتماع مع عضوات الشراكة اللي هي من فئة النساء اللي هي موجودة في الشراكة عن تقييم وضع الشراكة وعن دور المرأة فيها. أيضا اجتماع كان مع أعضاء المجلس البلدي اللي هم منضمين في الشراكة ودور البلدية وعلاقتها بالشراكة ودور الشراكة في تغطية اللي هو والتواصل اللي مفروض أن يكون ما بين المواطنين والحكومة المحلية. الاجتماع الثالث أيضا كان يتمحور حول مشروع منحة المنظمة للبلدية والخطوات اللي هو سير فيها. إذا كان هو يعني هذا المشروع ماشي تمام في خطوات التنفيذ، هذا اللي تم دراسته إن شاء الله خلال هذا اليوم. إدارة المشروعات بالمجالس البلدية إدارة مستحدثة في ظل وجود قطاع الإسكان والمرافق، وهناك تداخل في الصلاحيات حسب ما صرح به أحد المهندسين المتخصصين. ربما لهذه الإدارة دور آخر ليس كدور قطاع الإسكان والمرافق. اليوم سنسلط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ومعرفة صلاحيات الإدارتين داخل المجالس البلدية أو البلديات وقطاع الإسكان والمرافق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة ضيف وملف. أرحب بضيفي في الاستوديو المهندس أسامة الكزة، مدير إدارة المشروعات بالمجلس البلدي بنغازي أو ببلدية بنغازي. أهلا وسهلا بك مهندس أسامة. مرحبتين. أهلا وسهلا بك. أيضا سينضم إلي عبر الهاتف مهندس مفتاح الزواوي، مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي، لنتحدث أكثر حول إدارة المشروعات بالبلديات بين الأهمية والإنجاز. يعني في البداية مهندس أسامة، يعني حدثني حول أهمية إدارة المشروعات ببلدية بنغازي. إدارة المشروعات هو طبعا جسم أساسي في البلدية، تقريبا هو العمود الفقري للبلدية، لأنه هو اللي يقوم بتنفيذ الخطط التنموية اللي تقوم البلدية بإعدادها. يعني طبعا نحن نعمل تحت القانون 59 للإدارة المحلية، والقرار اللي من رئاسة الوزراء 488 اللي يعطي الصلاحيات لإدارة المشروعات، فهذا جسم موجود في تركيبة الإدارة البلديات. يعني نعم نعم، هو أكثر يكون بالتنسيق بين القطاعات المختلفة اللي في البلدية، سواء مرافق أو الصحة أو مسؤول على تنفيذ الخطط اللي تقوم البلدية بوضعها. يعني أي خطة تنمية داخل المدينة تكون البلدية مسؤولة عليها عن طريق إدارة المشروعات وبتعليمات مباشرة طبعا السيد عميد البلدية. يعني فهذا نعم. دورها يعني صلاحيتها واضحة في القانون، ما فيش خلاف عليها. يعني طيب، يعني هل يعني فيه يعني تداخل في الصلاحيات مهندس أسامة ما بين يعني إدارة المشروعات بالمجلس البلدي بنغازي أو بالبلديات بشكل عام، وأيضا المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق؟ والله شنو نقول لك، نحن توا طبعا في أزمة، إدارة الأزمة
عندها طرق تعامل تختلف علي وضع عادي. بنغازي بالذات مش ممكن تقارنها باي بلديه اخرى. احنا طبعا احيانا نوصل نقدم الخدمات الاساسيه ونخش في شغل بتاع وزارات، لكن للاسف مش موجوده على الارض، فالبلديه هي الجسم اللي يقوم بالدور هذا. لا يوجد تداخل، نحن نعمل وفق توافق كامل مع القطاعات، مع المهندسين في المرافق او في المهندسين في الصحه، هم اللي يقوموا باعداد مثلا احتياجات القطاع، ونحن نقوم بس بترتيب الاولويات ضمن الامكانيات الماديه المتاحه لنا من قبل رئيس الوزراء. بعدين نقوم بحاله تاع السيد العميد يراجعها معنا، اذا راى انها هي مناسبه أن تناقشه، وبعدين تعتمد ويرد العقد للقطاع المرافق أو قطاع الصحة، ويكون في تنسيق بين مهندسين المرافق ومهندسين الصحة ومهندسين. يعني حسب ما فهمت من كلامك مهندس أسامة، أن المجلس البلدي بنغازي أو بلدية بنغازي يعني استثناء عن كل البلديات، ولا كيف يعني؟ هي ما فيش استثناء في القانون، هي الواقع استثناء. نحن طبعا نحن صنفونا البرلمان مدينة منكوبة يعني، ولكن ما شفنا شيء، ونامل ان البرلمان يلتفت للمدينه هذه خلال الفرصه القريبه، ونتمنى انه يبشر العمل من داخل المدينه. لكن نحكي لك نحن اصلا وضع استثنائي، مش حنا نبحث على الصلاحيات والتخصصات، نحن نحاول نحل مشكله الناس. يعني بعد تجيك منطقه بدون كهرباء بدون ماء، نحن نشتغل مع المياه والصرف الصحي فريق واحد، نشتغل مع المرافق فريق واحد، نشتغل مع قطاع الصحه فريق واحد. فما انا نستغرب سؤالك، لان فعلا ما فيش مشكله بيننا يعني نشتغل. نعم طيب، يعني قطاع الاسكان والمرافق ربما هناك يعني مهندسين تحدثوا عن تداخل في السلطات ما بين المشروعات بالمجالس البلدية وكذلك قطاع الإسكان والمرافق. سألنا سؤال لأحد الموظفين يعني قطاع الإسكان والمرافق بنغازي حول كيف تعمل إدارة المشروعات بالمجلس البلدي بنغازي في ظل وجود قطاع الإسكان والمرافق من قبل الزميلة صفاء الحاسم، ثم سنعود لنتحدث أكثر حول هذا الموضوع، وينضم إلينا بعد ذلك المهندس مفتاح حزواوي مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي لنعرف العمل بين هاتين الإدارتين، إدارة المشروعات بالمجالس البلدية وإدارة المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق. ما الفرق بين إدارة المشاريع اللي توجد داخل هيئة المرافق والإسكان وأيضا اللي داخل البلديات أو داخل بلدية بنغازي؟ هو العمل الأساسي هو القطاع، طبعا قطاع الإسكان والمرافق هو اللي يختص بهذا العمل ومتابعته، تنفيذه ومتابعته. لكن في الفترة الحالية طبعا القطاع ما عندهش ميزانية، الميزانية تجي للبلدية. البلدية في الحالة هذه استعانت بقطاع الإسكان والمرافق لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع. لكن إدارة المشروعات اللي في البلدية أو في بلدية بنغازي هي إدارة مستقلة مستحدثة من قبل الحكم المحلي، فهي منفصلة عن إدارة هيئة المرافق والمشاريع. هي جهاز استحدث حديثا، الجهاز هذا ياخذ نفس الاختصاصات، باعتبار زي ما قلت لك ان البلديه تمت هي اللي تنفذ، هي اللي تجيها الميزانيه وهي اللي تنفذ في المشاريع علينا. فمن هنا استحدث ان مشروعات متابعه المشروعات من خلال تشكيل هذه المكتب في البلديه. لكن الاختصاص هو اصل في الاختصاص هو القطاع الاسكان والمرافق، يعني هو اصبح فيه تداخل شويه في الاختصاص. طيب ليش ما طلبتش هيئه المرافق والاسكان او قطاع المرافق والاسكان بضم اختصاصاتها للاداره الموجوده داخل بلديه بنغازي، بحكم ان هن اثنين نفس الاختصاصات فحيكون في تعارض، يعني نفس المشاريع ونفس الاختصاصات. اللي حاصل ان الهيئه موجوده، الهيئة هذه طبعا من فترات طويلة من يعني هي اللي تنفذ المشروعات تاع البلدية. الجهاز اللي استحدث هو المفروض اللي ينضم للقطاع الإسكان والمرافق باعتبار هي الجهة الأصيلة. طبعا الناس اللي نفذت المشاريع والخبرة والأمور هذه كلها. طيب ليش ما تمش المطالبة بضمها؟ هذا طبعا نحن عندنا مشروعاتنا وقدمنا مشروعات المستحدثة الجديدة هوني. لان لما تجي الميزانيه للقطاع بتكون ميزانيه يعني وفق دراسه، يعني احنا نحطه في الدراسه بتاعنا وندزه في المتطلبات، وبعدين القطاع الهيئه تدرس وتختار المشاريع اللي تنفذ في المرحله الحاليه. لكن بالنسبه لي تجيها ميزانيه وتقسم في ميزانيتها على الامور
يعني زي ما مجمل الامور لان الخدمات. شن دور هيئه المرافق والاسكان في ظل وجود اداره مستقله في البلديه؟ هي اللي تنفذ وهي اللي تملك الميزانيه حتى، يعني نقول الدور الفعلي هو داخل البلديه، فشن دور هيئه المرافق والاسكان هنا؟ انا نقول طبعا في مشاريع اللي تو تشوفين مشاريع مؤقته وصغيره، لما نوصل احنا مثلا ننفذ بنيه تحتيه في منطقه مشروع يكلف 200-300 مليون و 400 مليون، يعني مبالغ كبيره. الهيئه الاسكان والمرافق عندها الامكانيه انها تقدر على مستوى الدوله انها في الجزئيه مثلا في مدينه بنغازي تستطيع ان تنفذ هذه المشاريع بالكادر بتاعها، لان كادر كبير، الموظفين يعني اعدادهم كبير، الخبره الموجوده عندهم، الاستعانه بالشركات والمكاتب الاستشاريه الاجنبيه في تنفيذ هذه الاعمال اللي هي كبيره. مثلا نبدا نشتغل على بنيه تحتيه مثلا زي مشروع سلاوي او مشروع جيات الجسور، الامور هذين كلهن الاختصاص بتاعها موجود اصيل في مكتب الاشراف. المشكله هي بس ميزانيه، ما نزلش ميزانيه للقطاع. طبعا شاهدنا مشاهدينا الكرام هذا الاستطلاع حول كيف تعمل إدارة المشروعات بالمجلس البلدي بنغازي في ظل وجود قطاع الإسكان والمرافق، وهو نفس السؤال حنسأل لك مهندس أسامة الكزة بحكم أنك أنت مدير إدارة المشروعات بالمجلس البلدي بنغازي. ربما كان في رداءة في الصوت، يعني ما تمكناش من سماع التقرير من البداية، لكن الموظف اللي في قطاع الإسكان والمرافق واللي سيذاع يعني ممكن بعد الحلقة في حلقة إعادة، قال أن فيه تداخل في الصلاحيات ما بين قطاع المرافق وقطاع الإسكان والمرافق وإدارة المشروعات بالمجلس البلدي بنغازي. أنا حقيقة الأمر مهندس شخص تنفيذي، أعمل تحت القانون وفق اللوائح المنظمة لعملي، وناخذ تعليماتي من رئيسي المباشر. القانون واضح قدامي اللي نشتغل به، يعني في تداخل، الدولة كلها في تداخل، انت عندك تداخل في الحكومات وتداخل في حتى في السلطات التشريعية والتنفيذية، فهذا انا ما نقدرش نجاوبك عليه، يحتاج شخص قانوني. اللي نعرفنا ان احنا في ظرف استثنائي، نكون بعيدين عن الكلام هذا. اي حاجة تقدم خدمة للمدينة بشكل، لان في الكوارث والحروب هذين الناس تعمل بما تملك، وأحيانا حتى خارج الصندوق تقدر تشتغل أنت، يعني ممكن البلدية خشت في أعمال بتاع وزارات مش بتاع قطاع، يعني إحنا حتى في أعمال وزارات غطيناها، إحنا قدمنا حتى لوزارة الداخلية سيارات وللأطفاء، وخشينا حتى في الإمداد بالمواد الطبية، يعني في أعمال مش من اختصاص البلدية، ولكن في الأزمة يحتاجوا جسم يلتف عليه. الامر التنظيمي من ناحيه القانون هذا متروك للتشريعيين مش لي، انا موظف عندي لائحه قدامي نشتغل بها وما نطلعش منها، وهذا اللي نفضل فيه. ونحن في تعاون كامل مع القطاعات بنغازي، حتى يعني في تعاون ما بين اداره المشروعات بالمجلس البلدي بنغازي وقطاع الاسكان والمرافق بالمدينه يقوموا بالاشراف. يعني كيف يعني كيف نوعيه العمل؟ يعني كيف العمل يعني المشاريع الحاليه تنفذ مثلا في الطرق اللي يقوم بالاشراف المباشر عليها هم المهندسين بتاع قطاع الاسكان والمرافق، مهندسين كفاءه عاليه يعني بصراحه. بعد مثلا نضع ميزانيه، الميزانيه هي عباره عن خطه، يعني نطلبوا منهم الاحتياجات للقطاع ويجيبوه لنا ونتناقشوا فيه ونحولوا للسيد العميد، وبعدها نحدد الميزانيه بحسب الموارد المخصصه، وبعد تنزل الميزانيه برضه يحول المشروع على الاسكان والمرافق تقوم بالاشراف عليه. يعني ما نراش في تعارض، يعني نعم. طيب يعني قبل ما ناخذ المهندس مفتاح الزواوي مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي، حاب نسألك سؤال اللي هو لا توجد تشريعات تنظم مكتب يعني عمل المشروعات بالبلديات خاصة بلدية بنغازي؟ لا موجود، القانون 59 موجود. نعم. اللائحة التنفيذية 488. نعم. تلقى فيها المادة 20 مسؤولة على اختصاصات وصلاحيات مكتب المشروعات، هو عباره عن جسم تنفيذي في البلديه، موجود يعني هذا وفق القانون يعني. نعم. طيب سنتحدث على انجازات اداره المشروعات بالمجلس البلدي بنغازي، لكن ينضم الي الان عبر الهاتف مهندس مفتاح الزواوي مدير اداره المشروعات بوزاره الحكم المحلي. اهلا وسهلا بك مهندس مفتاح. مرحبا سيد حمدي والمشاهدين والمهندس. اهلا وسهلا بك.
يعني مهندس مفتاح، نتمنى انك تكون في مكان اكثر تغطيه حتى نتمكنوا من سماعك بشكل جيد. يعني في البدايه نحتاج ل يعني فهم لموضوع تداخل السلطات او تداخل الصلاحيات ما بين اداره المشروعات بالبلديات بشكل خاص وقطاع الاسكان والمرافق بشكل عام. نعم سيد حمدي. نعم تفضل. اكيد تسمعني؟ نعم. نسمع فيك تفضل. يا سيد حمدي شوف، انت طبعا وزاره الحكم المحلي وفق القانون 59 والهيكليه الموضوعه لوزاره الحكم المحلي طبعا هي نفس الهيكليه الموضوعه للبلديات. فاذا البلديه عندها هيكليه وفق قانون 59 كيف ما تحدث السيد اسامه او المهندس اسامه، وقال لك نحن وفق قانون 59 في الهيكليه يوجد مكتب مشروعات خاص بالبلديه. اذا مكتب مشروعات البلديه موجود ضمن الهيكليه. الاداره الفنيه مكتب المشروعات هو نفس الاداره الفنيه الموجود في البلديه، هذا وفق الهيكليه الموجوده في قانون 59. اما فيما يتعلق بالاسكان والمرافق انت عارف كل الاختصاصات الان، المياه عندها مشروعات، المواصلات عندها مشروعات، المرافق عندها مشروعات، البلد مشروعات البلديه تشرف على كافه المشروعات البلديه لكافه القطاعات. يعني هذه اداره مستحدثه، يعني اداره مستحدثه في كل القطاعات و الإدارات الموجودة يعني بعد الثورة، يعني بعد وجود مثلا مجالس بلدية وأيضا حتى في الشركات العامة والخاصة بشكل عام. صحيح يا سيد حمدي، المفروض أن كافة المشروعات أو كافة القطاعات مثلا قطاع الإسكان ومرافق بنغازي، طرق الجسور، المواصلات، المياه، كافة الإدارات الفنية أو المشروعات الموجودة بهذه القطاعات لابد ان 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 تمر على على اداره المشروعات او الاداره الفنيه الموجوده في البلديه، وبعد ذلك تحال الى السيد عميد البلديه. يعني المفروض ان مكتب الاسكان والمرافق الموجود الان يتعاون بشكل مباشر وغير مباشر، يتعاون مباشره مع البلديه. اذا المرافق البلديه لديها مشروعات، التعليم لديه مشروعات، فكل المياه والصرف الصحي لديه مشروعات. السيد الهيكليه يا سيدي الهيكليه الموجوده في قانون 59 ما وضعتش ابدا، مكتب المشروعات موجود وفق قانون 59 وفق الهيكليه في كل بلديه. بلديه بنغازي يوجد لديها مكتب مشروعات يضع الخطط والمواصفات والدراسات ويقوم بواجبه في كل شيء. اما المكاتب المرافق وغيرها فمن وجهه نظري هذه القطاعات او الادارات الفنيه يكون لها دور توثيقي الان مع البلديه. كالمعتاد المرافق الان يوجد لدينا وزاره مرافق، المياه يوجد لدينا هيئه مياه، الصحه يوجد لدينا وزاره صحه. كافه هذه الوزارات ما قبل 17 فبراير كانت كل الوزارات لديها مشروعات خاصه بها. نعم ربما وصلت الفكره مهندس مفتاح. لانتقل لسؤال آخر وهو ماذا قدمت وزارة الحكم المحلي لمدينة بنغازي؟ شوف هذا السؤال الجميل جدا. يعني طبعا أنت أخوي حمدي تعرف أن مدينة بنغازي لديها خصوصية مهمة جدا في مجال التنمية بكافة أشكالها، سواء كانت التنمية سواء كانت في التنمية الاقتصادية أو البنيوية. طبعا في الوقت الحالي أما فيما يتعلق بوزارة الحكم المحلي وما الذي قدمته لمدينة بنغازي، وزارة الحكم المحلي لم تقدم شيء لمدينة بنغازي، ونقولها امام البلاء. يعني ما احنا ما نشهد، انا بصفتي مدير المشروعات لم اقدم شيء لمدينه بنغازي، لان هذا الامر انت تعرف لما بتقدم شيء لابد ان يتوفر لديك اشياء لكي تقدم شيء، الموارد الماليه وخطط وضرائب، يعني كل شيء يكون موجود. لما قدم لي مدينه بنغازي مشاريع بقيمه 5 مليون ابان الفتره اللي كان فيها السيد موجود عمر البراسي عميد مدينه بنغازي، وكانت هذه المشاريع بالاجل. لكن طبعا انت عارف مدينه بنغازي ليست بلديه او مدينه كغيرها من المدن الاخرى. بلديه بنغازي عاصمه، بنغازي عاصمه اقتصاديه، بنغازي تتضاهى طرابلس العاصمه، لان سواء جينا بالتعداد السكاني سواء جينا بالظرف الاقتصادي بنغازي لها ظروف ما غير موجوده في كافه البلديه الاخرى. نحن مستعدين لتقديم اي شيء لمدينه بنغازي. نحن نطلب من السيد عميد بلديه بنغازي السيد العبار ان هو يتقدم لوزاره الحكم المحلي بعده مشاريع
ولو ان شاء الله يكون حجم هذه المشاريع من 50 الى 60 الى 70 الى 100 مليون، ويطلب من وزاره الحكم المحلي من خلال مشروعاتها او من خلال الوزاره انها هي تكلف الشركات القادره، احنا نجد لدينا شركات قادره وتخدم بالاجل مدينه بنغازي. نعم. يطلب فيها من وزاره طيب الحكم المحلي مهندس قليلا يعني عقودة شركات وزاره الحكم المحلي. نعم. لتقديم خدمات لمدينه بنغازي تدخل في اعمار بنغازي ولو كانت طيب. بالاجل يوجد. نعم. شركات تخدم بالاجل سواء كانت في امور البنيه التحتيه او في حملات النظافه او في اي شيء. فانا صحيح انت اخوي حمدي وسادة المشاهدين والسيد أسامة كذا أو جنبك مدير مشروعات بنغازي هو يعرف نفسه ماذا قدمت بنغازي؟ ما قدمت شيء. هو نفس السؤال اللي حنسأله للمهندس أسامة الكذا بحكم أنه هو مدير لإدارة المشروعات بالمجلس البلدي بنغازي عفوا. ماذا أنجز هذا أو هذه الإدارة باش مهندس أسامة؟ يعني الإدارة هي طبعا جزء من البلدية، يعني الإنجاز يكون على قدر المخصص ليقدم الإدارة. يعني نحن لنا 8 أشهر كبلدية لم نستلم أي ميزانية، نعمل دون ميزانية، ولكن رغم هذا في بعض الأعمال نفذت وفي خطط وفي حتى تصور للثلاث شهور القادمة. تو طريق الدائري الرابع هذا طبعا شريان رئيسي للمدينة يربطها من تقريبا من مدخل جامعة جيرينوس لعند جزيرة الدوران، هذه في الوقت الحالي تنفذ مهندس. لكن يعني أنت وكبت يعني وجود العمداء البلدية الثلاث، يعني الإنجازات منذ وجود العميد الأول يعني سيدي الكريم حتى اللحظة، حتى أنت ابن نعم. المدينة أنت نعم. تحكي يعني مدينة لها 3 سنوات في حرب طاحنة ضد الإرهاب في ظرف استثنائي. الأعمال اللي قدمتنا نقول لك هي إرجاع الخدمات الأساسية للأحياء المحررة، يعني أنت بعد جيل حي كيف الليثي مقطوع عنه الكهرباء والمياه والصرف الصحي في مشاكل والاتصالات وفي سواتر ترابية وفي حاويات وفي سيارات، نحن أزلنا 10,000 سيارة محروقة ما فيش مدينة أخرى. يوميا نقوم بنقل مش أقل من 250 طن مخلفات بناء يومي، هذه ما فيش مدينة أخرى. فقدمت الكثير البلدية خوض الأحياء المحررة هذين كلها الآن فيهن كهرباء فيهن مياه الصرف الصحي، وأنا نقدم شكري للشركة العامة للكهرباء، الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، شركة الأسوال العامة، شركة بناء التشييد، شركة الخدمات العامة رغم ظروفها الصعبة، هذين الشركات اشتغلوا مع البلدية، القطاع الخاص برضو اشتغل معنا، قمنا بمجهود كبير يعني في إرجاع الخدمات الأساسية. وضع في حالة الحروب معروفة أول مرحلة تكون اللي يسموها مرحلة إغاثة أنك أنت تحاول إرجاع مصادر الطاقة للمناطق المحررة. نعم. وتقوم وأيضا تم عملية حصر الأضرار عن طريق قطاع الإسكان المرافقة بعلاقة مع البلدية، يعني هذا محصور بدور الوزارة توا. نعم. في تعويض الناس فقدمت الكثير، يعني احنا وهو مبلغ بسيط كان في أول أعطونا تقريبا 30 مليون 55 مليون 30 درابين مشاريع بعض مشاريع تنمية، لمثلا قدمنا خدمة للحرس البلدي إنشاء المبنى وجبنا لهم سيارات، قدمنا خدمة للجوازات وزارة الداخلية المراقبة على الأغذية والأدوية والأغذية، صيانة بعض المصحات، صيانة بعض المدارس، معالج بعض المستنقعات، برصف بعض الطرق، هذا كله قامت به البلدية رغم قلة المخصص ورغم الظرف. أنت بعد تحكي 3 سنوات احكي علي 2 سنين من كانت حرب ضروس أحياء تحت براثن الإرهاب، لكن الحمد لله بفضل قواتنا المسلحة والشباب المساند تخلصنا منهم. بعد يطلعوا هم تخش البلدية يخش إرجاع الخدمات الأساسية للسكان، وضروا أمر مرهق ومكلف، ونحن استعنا حتى في بعض الحاجات يعني أستاذ أسامة ومهندس أسامة خاصة لأن في يعني أنتوا قدمتوا يعني العديد من المشاريع ومن الإنجازات. يعني طريق المطار في حجز معدني قام المجلس البلدي بإزالته وسبب الآن في حوادث كثيرة، يعني ربما من المفترض أن يكون فيه بدائل وحلول كويس للصيانة حتى كويس يتمكن المجلس البلدي من تقديم شيء جيد بعد، خاصة أن هذا وهذه الطرق حيوية كويس. تو أنا قدامي نعم. هذا مقترح ميزانية يعني نعم. أفكار يعني طريق المطار نازل كويس، طريق المطار هذا عبارة عن جسور معدنية هذين في العالم أصلا التغن كله يديروا في الخرساني اليونيون جيرسي، لأن جسر الحواجز هذين المعدنية بحالة أن يصير في ضرر يقد كيف يقد قاتل يقد جنب هذا مفتوح، فأي سيارة تخش ممكن يؤدي حتى قطع نصفين يعني، فبعد يصير فيه وبعدين هو تم يطلع طريق تم يأذي في الناس يعني. فنحن أزلناه، القادم هو تنفيذ حاجز من الخرسانة. اليوم كنا في اجتماع مع الشركة
مختصة، ونحاول نوصل مع الاتفاق. السيد العميد رتب مع الأخوة في الضمان الاجتماعي، إنما عندهم شركة وتعتبر شركة مملوكة الدولة، فبيساعدونا في الموضوع هذا. وفيه مجموعة أخرى بعد أسبوع حتشوفها تنفذ في بنغازي، حتبدأ من جسر الكيش لعند جزيرة حي جزيرة السلماني، هذا حيكون كله خرساني إن شاء الله، ممكن 10 أيام أخرى حيباشر. هذين لن 15 سنة وفين إصابات الحواجز الذين مفروض من فترة لأخرى فينا عملت صيانة وقائية وفي إزالة وتركيب غيرها، نحن ما صارش بسبب الحرب، فتم هو سلاح قاتل ما عشان يحمل السائق. نعم، يعني نعود لمهندس مفتاح الزواوي مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي، وأنا حاب نسأل سؤال يعني صريح، أتمنى أن تكون في إجابة صريحة عليه، بحكم أن حتى السيد أسامة الكزة مدير إدارة المشروعات بمجلس البلدي بنغازي موجود معنا. بنغازي يعني عاشت ظروف صعبة، يعني وزارة الحكم المحلي أبرمت العقود بالملايين للبنية التحتية بالمجلس البلدي القرضة الشاطئ وبلدية الأصابع، يعني علما بأن هذه المشاريع السيد مفتاح يعني أبرمت من قبل وزير الحكم المحلي حتى يعني بدون مخصصات مالية، يعني وبين قوسين الوزير ورئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب ينتمون لتلك المنطقتين. يعني بنغازي تعيش في ظروف صعبة، ووزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة وقعت عقد 45 مليون دينار، وأيضا خصت يعني لما يعرف بمكب الكريمية ببلدية السواني بطرابلس لنقل مخلفات المجلس البلدي السواني، بينما مخلفات الحروب وتكدس القمامة في مدينة بنغازي وعدم تقاضي موظفي شركة أو شركة الخدمات من مدة 23 شهر، يعني ألا يعد ذلك إجحافا توقيع عقود لبلدية ترزح تحت حكم الميليشيات والإخوان والمقاتلة؟ باش مهندس مفتاح، يعني أنا أتمنى أنك تجاوبني على الشق الأول من السؤال اليوم. يعني يا سيد حمدي والسادة المشاهدين، السؤال بتاعك حسب ما فهمت مني يتكون من شقين. الشق الأول، وزارة الحكم المحلي قامت بتوقيع عقود المجلس البلدي الأصابع. نعم بالضبط، تقريبا أو القرض الشاطئ. القرض الشاطئ، فأنت قلت تم توقيع المشاريع في تلك البلديتين ووجودهم في 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 أماكن المشيات. شو وزارة الحكم المحلي لم تقصي أي بلدية من وازن في جنوب الجبل الغربي جنوب غرب إلى القطرون إلى طبرق. كويس، نحن كوزارة الحكم المحلي لا لنا علاقة لا بعضو مجلس نواب ولا برئيس لجنة مجلس نواب. عمداء البلديات يتقدم لوزارة الحكم المحلي بمطالبات معينة بمشاريع معينة أو باختناقات. نحن وزارة كوزارة الحكم المحلي كإدارة مشروعات. أنا أتمنى من الزملاء يعني يعلوا صوت شوية، ممكن ما تمكنتش أنا ولا نعم. كمكتب مشروعات وزارة الحكم المحلي لا ليس لدينا علاقة بتوقيع المشاريع في بلدية فلانية أو علانية. نحن دورنا ما هو إلا دراسة الحالة الفنية، تقديم الدراسات الفنية وجداول الكميات في وين ما يكون في طبرق في الأصابع كذا. أما بيش يكون عن طريق رئيس لجنة حكم محلي أو بلد وزير أو بلد كذا، فهو في مثل الشعب يقول الحر لما تضرب الضربات، هذا لا يعني شيء. أما كون أن إحنا بنغازي ما وقعناش فيها عقود، فأنا قلت لك من البكر إحنا مستعدين أن إحنا نوقع عقود بالآجل. هذه البلديات تم توقيع فيها عقود بالآجل، ولكن تأخرتم مهندس مفتاح في توقيع العقود في مدينة بنغازي. يعني ما تسمعش الكلام الفيسبوك اللي هو يقال ان هذه المبالغ رصدت وغيرها مدركه. اما فيما يتعلق بالمبالغ الماليه او المخصصات الماليه لهذه المشاريع، اين المخصصات الماليه لهذه المشاريع؟ هذا امر متروك للاجابه له لوزير الحكم المحلي. اما نحن كمكتب مشروعات ما دورنا الا اشرافي. كيف تم توقيع هذه العقود في هذه البلديات؟ هذا امر ما نجاوبش عليه، يمكن يجاوب عليه السيد الوكيل العام وزارة الحكم المحلي او وزير الحكم المحلي بصفه الطرف الاول او الممثل القانوني وزارة الحكم المحلي. او كون ان الأصابع أو أي الأصابع بلدية مثلها كيف مثل البلديات الأخرى في ليبيا، كونها بنغازي أهم من الأصابع وأهم من القرض الشاطي، هذا الكلام لا غبار عليه. بنغازي أهم ومستعدين وقعوا فيه عقود بالآجل، ولدينا الشركات المستعدة لتنفيذ مثل هذه العقود في أي وقت. وهو السيد أسامة يمكن يسمع فينا الآن، يعدوا دراساتهم ويعدوا مشاريعها ويحولوا لوزارة الحكم المحلي، وإحنا مستعدين
مستعدين نبعث لهم الشركات القادرة والقوية والمحلية. يعني في نهاية هذه المداخلة مهندس مفتاح، يعني تحتزم الآن وزارة الحكم المحلي للانتقال مجددا لمدينة البيضاء، يعني ما صحة هذه الأخبار يعني، وما المشكلة في الحقيقية في ذلك؟ أتمنى أن يكون في إجابة سريعة حتى نتمكن من التواصل مع المهندس أسامة الكذاب. كويس، سامحني خلينا نجاوب على الشق الثاني فيما يتعلق قلت لي بمكب الإكرمية وصولي. هذا المشروع يعجل إجابة عليه في وقت لاحق لأنه مطول ومعقد جدا، ويصعب علي سيد حمدي الحديث عليه في 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 وقت مثل هذا الوقت. يعني أهمية هذا الطرح يتطلب وقت ومجال واسع في النقاش، أي في حلقة تكون خاصة بمكب الإكرمية الذي لا يعد من أولوياتنا فعلا مقارنة بمكب القمامة في بنغازي، فبنغازي أولى من مكب الإكرمية. أما فيما يتعلق بنقل الوزارة من بنغازي إلى 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 البيضاء، هذا الشأن متروك للجهة التشريعية في الوزارة المتمثلة في وزير الحكم المحلي ووكيل وزارة الحكم المحلي. أنا ما هو الريشة في جناح طير، يعني إحنا إدارة في وزارة. أما فيما يتعلق بالمشروعات فهي موجودة في مدينة بنغازي وتمارس عملها في مدينة بنغازي، وما انتقلش نهائيا، وموجودين قاعدين في مدينة بنغازي ومقرنا قاعد إلى الآن في مدينة بنغازي. شكرا مهندس مفتاح زوي ومدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي على توضيح بعض النقاط. ممكن تحدثت مع مهندس مفتاح أن في مشاريع كبرى يعني تعقدها وزارة الحكم المحلي في عدة مدن ومناطق تحت حكم الإخوان والمقاتلة والميليشيات، يعني ربما كان الأجدر أن تكون في بنغازي وتأجيل تلك المناطق حتى تتحرر، ربما يعني القيمة أو القيم المالية تكون موجودة حتى تتحرر تلك المناطق. يعني ربما يعني الوقت دهمنا مهندس أسامة، لكن يعني لدينا العديد من المواضيع يعني اللي حنتحدث فيها معك. يعني في يعني مساحات خضراء كبيرة في مدينة بنغازي، وأيضا مشاكل إشارة المرور سواء في مفترق الهواري أو حتى بسم الله أو حتى في الجامعة. يعني لماذا لا تقوم البلدية بالعدد من الصيانات لهذه المناطق، يعني سواء الخضراء وحتى إشارات المرور؟ وأخيرا خزان جريونس، يعني فيه مشاكل كبيرة لهذا الخزان وهو يعني يغذي منطقة كبيرة. تفضل. أنا حنجاوبك على السؤالين هذين. طبعا نحن كإدارة مشروعات وبناء على تعليمات السيد العميد المستشار عبد الرحمن العبار كلفنا نقوم بوضع خطة سريعة وعاجلة لمعالجة الاختناقات اللي تحكي لنا أنت. نحن مشينا بعد منك إشارات المرور هذين نزلت كلهن قيمهن ميكاناتهن في المدينة، جميع الكسور والمطبات عالجنا واحد وعند الجامعة عالجناه في فترة الأسبوع اللي فات، كان في كسر في طريق العروبة رصفناه الحمد لله نزلناه هذين. مشينا بعد منها قلت لك نحن درنا حتى طرق جديدة. يعني أغلب المشاريع موجودة على الورق، يعني الورق هذا مش ورق، هذين عبارة عن خطط تترجم إلى مبالغ مالية تحول إلى السيد رئيس الوزراء يعتمدها يجن الأموال تشوفها واقع خلال 3 شهور. نحن أنت تقول لي في مشكلة، نقول لك أنا في مشكلة، أنا رصدت المشكلة حددت لها قيمتها وواجب ننفذها بيتوفر مخصص. يعني هذا العمل التنفيذي يكون هيك. نعم. أنا أكثر من نحط الخطة ونطلب المخصص بتاعها بأجي المخصص ننفذها. لكن نفذتم يعني طرق يعني مشاريع سابقة باش مهندس أسامة، ويعني الطرق يعني لم تعد صالحة للاستخدام مرة أخرى. طرق حي السلام مثلا، يعني حتى المواطنين يشتكون من هذه الطرق، يعني تهالكت من جديد. أنا ما كنتش مشرف على الطرق هذينا والمعروف بمفترق العنيزة حتى. كويس، أنا فاهم. أنا نوات علي، أنا كبلدية كمشروعات بلدية لم أشرف على هذه المشاريع. نعم. وحد علمي أنه شكلت للجنة التحقيق من قبل العميد السابق وهم في طور معالجة المشكلة، لكن أنا ما عنديش أي معلومات. طيب يعني خزان جريونس، خزان جريونس عليهم الجاي حتى اسمع لي أخبار كويسة. إحنا ما ناش غفلين عنا لأن هذا شهر رمضان ونبو نوصل مية لأهل السكان. نعم. قام السيد العميد بلدية لأنك أنت مش تصين خزان تصرف عليه مبلغ، ونحن تقريبا رصدين له 500,000 حصلنا حتى التمويل، يعني الوزارة ما وفرتش لكن حصلنا التمويل بطريقة أخرى، يا أما عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يا أما أحد المواطنين، مش كده معك واضح. يعني حصلنا المبلغ لكن ما بوش نصرف المبلغ بدون جدوى، معرض نصين الخزان ويطلع غير صالح. فشكلت لجنة بقرار من العميد أمس أنهوا اللجنة عملهم، قالوا أن الخزان صالح يمكن صيانته،
ان شاء الله خلال الايام القادمه حنباشروا في صيانتها. يعني برايك يعني وختام هذه الحلقه، ان عميد بلديه بنغازي المكلف الجديد، هل هو يعني قادر بالفعل على يعني انهاء معاناه اهالي مدينه بنغازي بعد هذه الحرب التي خاضت فيها؟ والله يوفروا لنا المخصصات وباذن الله قادر، ونحن قادرين. نعم. لكن بدون مخصصات يعني أي عمل هو عبارة عن مال وزمن وجودة، توفر المال في إنجاز. نحن إن شاء الله أمنين خير في اليومين الذين حي السيد رئيس الوزراء يقوم على الأقل صرف ميزانية للمدينة. أنا قلت لك 8 شهور نعمل بدون ميزانية، فما تطلبش مني، لأن إحنا استنزفنا المخزون اللي عند الشركات اللي عندنا الكهرباء والصرف الصحي والمياه، بقايا أموال اشتغلنا به، لكن نحن لا نمتلك ميزانية، نعمل دون ميزانية. طيب يعني ربما اليوم يعني كانت في أسئلة كثيرة مهندس، لا بس نقول لك حسب يعني الخطط جاهزة، المختنقات عندنا تو 53 مشروع جاهزات بجداول الكميات بالمواصفات، يصرفوا الميزانية على المشروعين خلال 4 أشهر، حتشوف انتعاش تصير في المدينة في الأمور هذه اللي حكيت عليها أنت. يعني نحن نتمنى من الحكومة المؤقتة وأيضا السلطات التشريعية في البلاد دعم المجلس البلدي بنغازي حتى يستكمل ما بدأه من مشروعات وأيضا يعني من مواضيع ربما تساعد في الانتعاش لمدينة عاشت حرب وتهالكت فيها الطرق والقطاعات. يعني الطريق الدائري الرابع كويس، يعني قمتم بصيانة جزء كبير منه، ولكن في جزء آخر توقف، لماذا باشمهندس؟ حتستغرب أنت، عدم توفر مادة البوتمين في البلد بالكامل. الطريق هذا اللي توفر المادة، بكرة احنا بدنا نرصفه، حنحل له مختنق المدينة بنغازي، يعني نشوف من جزيرة حي السلام إلى جامعة يونس حيكون طريق مزدوج. نعم. لكن للأسف ما فيش مادة المتمين في 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 البلد، مش في المدينة. هذا طبعا شيء خارج إرادتنا، يعني قوة قاهرة. فإذا توفرت المادة خلال أيام حنقوم بعملية الرصف. طيب الحل في إنهاء هذه المشكلة مهندس؟ هذا حل أكبر من بلدية، هذا حل يحتاج إلى تدخل الدولة، تقوم بفتح اعتمادات لاستيراد المادة هذه أو جيبها عن طريق مصفاة الزاوية، لكن المادة غير متوفرة في الدولة يعني. نعم. أخيرا مكب يعني سيدي خليفة، لماذا أغلق هذا المكب؟ والله هو طبعا مكب اضطراري. نعم. لان المكب الرسمي كان في قنفوده، لكن حيسبب في تراكم القمامه، خاصه انه هو يعني مكب قنفوده مغلق ربما كان لا فيه. لا 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 مش مغلق، فتح. نعم. يشتغل. نعم. وهذا المكب الشرعي ومطابق المواصفات، مساحته 60 هكتار. يعني الوقت اللي تم فيه افتتاح هذا المكب يعني اول امس. نعم. اما للاسف بعض الناس قد تكون غير مسؤوله، احنا قلنا له اعطونا اسبوع، يعني قمتم بفتح قنفوده واغلقتم؟ ما اغلقناش، هو اغلق، احنا ما اغلقنا. من اغلق؟ بعض الاشخاص يعني هم متاذين من القمامه وعندهم الحق، يعني من اهالي منطقه سيدي خليفه؟ لا مش اهالي المنطقه، تصرفات من الناس، ما نبيش نخش فيهم بالتفصيل، ولكن المهم اغلق يعني بدون ما نكون مستعدين للعمليه هذه. لكن الحمد لله دركنا الموضوع، المكب الان يعمل. نعم. وطلبنا من الهندسه العسكريه، احنا كان معطلنا تقرير الهندسه العسكريه، ما قدرناش نشغل المكب في منطقه اشتباك توقع فيها الغام، فبعد جاء تقرير الهندسة العسكرية الحمد لله بشرنا تو العمل ويشتغل قنفوده. طيب كلمة أخيرة حاب أنك توجهها لوزارة الحكم المحلي وللحكومة المؤقتة بحيث يكون في تعاون وإنهاء معاناة المواطنين في مدينة بنغازي. أنا أقول كلمة واحدة، بنغازي تعود بالحكم المحلي بالبرلمان، بنغازي تعود إن شاء الله، حتعود وحتصلح الأمور، هذا اللي نقول لنا إن شاء الله، مش حنطلب منهم شيء، لأن الأمر ما واضح يعني. أنا شاكر لك وجودك معنا مهندس أسامة الكزة مدير إدارة المشروعات بالمجلس البلدي بنغازي، وكانت في العديد من الأسئلة اللي قدمها اليوم عدد من المواطنين عبر صفحتنا على الفيسبوك وصفحات أخرى تابعة للقناة. شاكر جدا يعني يعني وساعة صدرك وإجابتك على كل هذه الأسئلة. ربما يعني بلدية بنغازي من البلديات المهمة اللي من المفترض أن يكون لها دعم خاص بشكل عام، وأيضا من الحكومة من المجلس البلدي بحكم أن هذه المدينة يعني سميت بأنها مدينة منكوبة، وهذا الأمر يعني يجب أن ينظر له بجدية وإنهاء لهذه
المعاناة. نحن كقناة ليبيا الحدث ندعم المجلس البلدي، ندعم ما يحدث في بنغازي من تطور ومن إصلاحات. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لضيفي في الاستوديو المهندس أسامة الكزة مدير إدارة المشروعات بالمجلس البلدي بنغازي، وأيضا مهندس مفتاح الزواوي مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي. كما الشكر موصول لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.